أعرب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي عن تطلعه لاستقبال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة خلال الشهر الجاري، وخلال لقاء افتراضي عقده مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ براندي، استعرض وزير الخارجية جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لتعزيز دور القطاع الخاص واطلاعه بدور رئيسي في قيادة عجلة التنمية الوطنية. قال وزير المالية أحمد كوجوك إن الحكومة ماضية بكل جدية في بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، مشددا على استخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية. جاء ذلك خلال لقاء عقده مع مستثمرين عبر الفيديو كونفرنس، حيث أكد كوجوك على وضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة، مع العمل أيضا على تحسين مؤشرات الدين الخارجي. توجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لتركيا، ذلك في زيارة هامة تتضمن عقد لقاءات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي اتحادات الأعمال والشركات. تستهدف الزيارة تعريف مجتمع الأعمال التركي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بالسياسات المالية والنقدية والتجارية لتيسير على المستثمرين وتيسير منظومة التصدير والاستيراد. شارك وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي في حفل الافتتاح الرسمي للنسخة 40 من معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول أدبك 2024. تهدف هذه النسخة إلى استكشاف الدور الرئيسي للذكاء الاصطناعي والتمويل في تسريع عملية الانتقال العالمي في مجال الطاقة.